في آخر أسئلة السائل يقول بأنني لا أستوعب القرآن في القراءة كما في الاستماع، هل لي أن أسمع في كل يوم جزء بدلا من القراءة في كل يوم جزء، علما بأن هناك قول للقارئ أجر وللمستمع أجران، أفتون في ذلك مأجورين؟ لا، هذا غير صحيح. القارئ له أجر والمستمع له أجران، يعني الأفضل أن الإنسان يقرأ القرآن هو الأفضل ويقرأه على حسب استطاعته، قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، هذا الذي له أجران، الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، والمستمع له أجر لكنه ليس مثل أجر القارئ، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا من أسباب الرحمة، استماع القرآن والإنصات له من أسباب الرحمة. نعم.